بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان، أهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من ملعب الأهلي. النهاردة 24 إبريل بالنسبة لكل الأهلوية، هذا اليوم بالنسبة لهم هو واحد من أهم وأحلى أيام وتاريخ النادي الأهلي. 24 إبريل 1907 كانت البداية، كانت بداية هذا النادي العريق، هذا الاسم الكبير في كل الأندية الإفريقية والعربية، النادي الأهلي. النادي الأهلي الحقيقة لو تحدثنا عن نشأة النادي الأهلي وتأسيس النادي الأهلي هنتحدث كثير جدا جدا جدا، ولكن مرت أيام كثيرة خلال 112 سنة مرت خلالهم أيام كثيرة جدا كانت معظمها جميلة، ومرت أيام كان فيها بطولات كثيرة جدا لكل الألعاب في النادي الأهلي، ولكن يبقى يوم 24 إبريل هو اليوم الأفضل في حياة كل الأهلوية منذ تأسيس النادي الأهلي 24 إبريل 1907، وحتى الآن 112 سنة كلهم ألقاب، كلهم بطولات. عد زي ما تعد بقى وقول زي ما تقول، سواء في كرة القدم أو في كرة السلة أو في كرة الطايرة أو في الهندبول أو في ألعاب جماعية أو في ألعاب فردية أو في السباحة، في كل الألعاب الحقيقة النادي الأهلي يظل هو الاسم الكبير في كل الألعاب، وهو المعادلة الصعبة، المعادلة الصعبة للناس كلها بتنظر كيف يصلوا إلى النادي الأهلي وما ما فعلوا من بطولات، بطولات كثيرة وبطولات يعني الحقيقة لما تيجي تشوف البطولات اللي عملها النادي الأهلي هتلاقي بطولات كثيرة جدا 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 خلال 112 سنة. زي ما حضراتكم عارفين أنا بس هقرأ، ولازم أقرأ الحاجات دي لأنها تاريخيا لازم تبقى الناس عارفة هذا الموضوع، الشباب الصغير اللي طالع يعرف إزاي يتأسس أو إيه الفكرة اللي تأسس عليها النادي الأهلي وفكرة اسم النادي، وأول اجتماع لمجلس إدارة النادي الأهلي في ذلك الوقت كان إيه ومين اللي كان موجود في هذه الأيام. خليني أقول لحضراتكم سريعا جدا فكرة تأسيس النادي الأهلي. عمر لطفي بي صاحب فكرة تأسيس النادي، والتي تعود إلى العقد الأول من القرن الماضي، وتولدت الفكرة في ذهنه خلال رئاسته لنادي طلبة المدارس العليا الذي أنشئ 1905. وجد عمر بي لطفي أن هؤلاء الطلبة بحاجة إلى نادي رياضي يجمعهم لتمضية وقت الفراغ وممارسة الرياضة، ليتم تأسيس هذا النادي سنة 1907. تقرر تكوين شركة رأس مالها 5000 جنيه على شكل 1000 سهم، وقيمة السهم الواحد 5 جنيه. ويعتبر النادي الأهلي أول نادي للمصريين في مصر. اسم النادي زي ما حضراتكم عارفين أو فكرة اسم النادي كان أمين سامي باشا أول من اقترح اسم النادي الأهلي للرياضة البدنية، لأنه نشأ لخدمة طلبة وخريجي المدارس العليا. أول اجتماع للنادي الأهلي كان في 24 إبريل 1907 في تمام الساعة 5:30 مساء بمنزل ميشيل أنس بالجيزة برئاسته وعضوية إدريس راغب بيك وإسماعيل سري باشا وأمين سامي باشا وعمر لطفي بيك ومحمد أفندي شريف سكرتير للنادي. أما أول اجتماع للجنة الإدارية في النادي الأهلي، طرح إسماعيل سري باشا خلال اجتماع الرسم الذي صممه للمبنى الرئيسي. ده تاريخ يا جماعة لازم نبقى كلنا عارفينه، ولازم نبقى كلنا على الأقل بنقرأ هذا التاريخ. ظهور الإفريقي الأول كان في دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم عام 76، وفي يوم 29 مايو كانت أول مواجهات النادي الأهلي الإفريقية أمام نادي مولدية الجزائر في دور الـ 32، حيث خسر ذهابا بالجزائر بثلاثة أهداف نظيفة، وفي القاهرة فاز بهدف وحيد، أول هدف للنادي الأهلي في بطولات الأندية الإفريقية يوم 11 يونيو أحرزه محمود الخطيب وودع الأهلي البطولة مبكرة. لقب القرن الإفريقي. عام 2000 أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم حصول النادي الأهلي على لقب نادي القرن العشرين في إفريقيا من حيث عدد البطولات التي حصل عليها في الفترة من بداية البطولات الإفريقية سنة 1964 وحتى نهاية القرن.
الحقيقه عندي كلام كتير وورق كتير جدا اقدر اقراه لحضراتكم، ولكن تخيلوا بقى ان بطولات النادي الاهلي قد ايه؟ كتير جدا، بطولات كثيره جدا جدا جدا. بطولات النادي الاهلي يعد طبعا النادي الاهلي واحد من اكثر الانديه او اكثر الانديه المصريه والعربيه والافريقيه شهره وبطولات، خاصه في لعبه كره القدم، حيث حصل على 20 بطوله قاريه وضعته في المركز الثاني بين انديه العالم، بين انديه العالم بعد نادي ريال مدريد. وحصل النادي الاهلي على درع الدوري المصري لكره القدم 40 مره، اخرها كان الموسم السابق. بطولات بقى كاس مصر 36 مره، كما حصل على بطوله دوري ابطال افريقيا 8 مرات، وكاس السوبر 9 مرات، وكاس السوبر الافريقي 6 مرات. بطولات كتير جدا جدا جدا، واجيال كتيره جدا عدت على النادي الاهلي منذ انشائه وحتى الان. لو جينا نتكلم عن تاريخ النادي الاهلي وما حدث خلال ال 112 سنه السابقه، اعتقد ان احنا هنبقى محتاجين حلقات كتير قوي علشان نقدر نتكلم على تاريخ النادي الاهلي، ولكن تظل كل الاجيال السابقه منذ بدايه تاسيس النادي الاهلي ومنذ بدايه فكره تاسيس النادي الاهلي وحتى الان، كل الاجيال اللي عدت على النادي الاهلي كلها رموز وكلها كيانات كبيره جدا داخل النادي الاهلي، وتظل اسماء اللاعبين في كل الالعاب الحقيقه محفوره في قلوب كل الاهلاويه. الولاد الصغيرين او الشباب الصغيرين اللي طالعين بيشجعوا النادي الاهلي بيشجعوه لان الاساس اتحط صح، الاساس اتحط صح، والمبادئ اللي كانت موجوده منذ 1907 بنحاول نمشي عليها على قد ما نقدر. اي مجلس اداره بيكون موجود دايما بتلاقي مبادئ النادي الاهلي، الكلمه دي في ناس كتيره جدا بتتعب منها، وفي ناس كتيره جدا بتشوفها ان هي كلمه بتتقال وخلاص، ولكن اشياء كتير جدا 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 تخلينا نثق في الاجيال السابقه ونشوف الاجيال القادمه تحط الكلمه دي قدامهم عشان يقدروا يكملوا في المستقبل القادم. يظل دائما النادي الاهلي هو الافضل في افريقيا والافضل في الدول العربيه والافضل الحقيقه من وجهه نظر الاهلاويه كلهم، افضل نادي في العالم هو النادي الاهلي. طيب، تقرير عن مرور 112 سنه على تأسيس النادي الأهلي، نطلع نشوف هذا التقرير ونرجع نكمل مع حضراتكم. مئة واثنتا عشرة سنة مرت على تأسيس النادي الأهلي الأكبر في مصر وإفريقيا والشرق الأوسط، النادي الذي سطر تاريخا أسطوريا في شتى المجالات، الذي يمتلك شعبية لا تضاهى مقارنة بالأندية الأخرى، ليتحول حلم عمر لطفي إلى حقيقة. تأسس النادي الأهلي يوم 24 من إبريل عام 1907 على يد العديد من كبار الشخصيات مثل عمر لطفي بك وأمين سامي باشا ومصطفى كامل وطلعت حرب، حيث كانت فكرة تأسيس النادي في البداية كي يكون مكانا لتجمعات الشباب الوطنيين المصريين، ومنذ إنشائه اجتمع فيه المصريون لقضاء أوقاتهم وممارسة الرياضة، ليبقى نسر الأهلي دائما محلقا في السماء يبحث عن المزيد من الانتصارات والبطولات والمواقف التاريخية التي حفرت في عقول وقلوب الجميع، معتزا بمبادئه التي سطرها رجاله الشامخون، لأن مبادئ النادي الأهلي ليست كتابا تاريخيا قامت بإعداده اللجنة التأسيسية للنادي، لكنها مواقف ظهر فيها معدن الأهلي الأصيل على مدار تاريخه، مواقف اتخذها رجال النادي والقيادات في بعض القضايا المتعلقة بالأهلي منذ تأسيسه، فأصبحت ميثاق شرف وقواعد ثابتة تتوارثها الأجيال لإدارة هذا الصرح الرياضي، حيث أن كل أفراد المنظومة الحمراء يعزفون لحن القيم والمبادئ في أعظم سيمفونية رياضية، ليصبح بموجبها الأهلي أعظم نادي في الكون. 112 سنة،
من البطولات والإنجازات والقصص تحتاج لآلاف المجلدات لنحكي حكاية عملاق القارة السمراء في كل البطولات، وكيف صنع مجده وأسعد جماهيره من بداية عمر لطفي بك حتى الكابتن محمود الخطيب، مرورا بجعفر والي باشا، مختار التتش، عبد المحسن كامل مرتجي، المايسترو صالح سليم، الرئيس التاريخي حسن حمدي، وغيرهم الكثير من أبناء النادي الذين وضعوا بصمتهم وساروا على نهج الأهلي الأبدي ليبقى الأهلي دائما فوق الجميع. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. ان شاء الله بكره هيكون عندنا مباراه هامه جدا، مباراه النادي الاهلي ضد النادي المصري. انا اتكلمت مع حضراتكم كتير جدا امبارح في هذا الموضوع، مباراه مهمه، مباراه ينتظرها كل عشاق وكل محبي النادي الاهلي، مباراه بثلاثه نقاط. ثمان مباريات القادمه كلها الحقيقه مباريات مهمه جدا للاعبي النادي الاهلي ولجمهور النادي الاهلي. قلت لكم امبارح ان اللي هيحدد بطل الدوري العام المصري هذا الموسم هو النادي الاهلي، هو لعيبه النادي الاهلي، هو جمهور النادي الاهلي، هو الجهاز الفني للنادي الاهلي. عشان كده انا دايما بقول لحضراتكم ما تثقوش في الكلام اللي بيتقال واللي بتحاول بعض اللجان الالكترونيه ان هي ترميه في المواقع وترميه في على السوشيال ميديا، علشان ثقه الجمهور في لاعبيه تقل. خدوا بالكم من الكلام ده كويس، لانه الفتره اللي جايه هتلاقوا من ده كتير جدا جدا، خصوصا ان شاء الله لو ربنا كرمنا بكره هتبقى الفتره اللي جايه او الفتره اللي بعدها اصعب بكتير. علشان كده انا بقول دايما لحضراتكم المباراه بكره لن يكون فيها الا شيء واحد فقط، المكسب او نتيجه المباراه دي حاجه عند ربنا محدش بيتكلم فيها، ولكن مطلوب من 11 لاعب اللي موجودين، ومطلوب من الثلاث لاعبين اللي هيكونوا ايضا اللي هينزلوا احتياطي كاحتياطيين، اللي قاعدين احتياطيين وينزلوا مكان ثلاث لاعبين اخرين، ال14 اللي هيلعبوا في هذه المباراه مهما كانت الاسماء ومهما كانت الظروف، ال14 واحد اللي هيكونوا موجودين دول يموتوا نفسهم ويبذلوا كل المجهود لغرض واحد فقط وهو المكسب. المكسب فقط هو اللي بينتظره او المفروض ينظر له لاعبه النادي الاهلي غدا ان شاء الله. عشان كده انا بقول لحضراتكم ان الفتره اللي جايه فتره صعبه، عندنا مباراه مهمه، ثلاث نقاط هتضعنا الحقيقه في الطريق الصحيح او بدايه الطريق الصحيح. خلينا ننسى اللي فات كله، خلينا ما نفكرش في اللي فات خالص. الثمان مباريات القادمه لوحدها جزء لوحده من الدوري العام المصري، جزء لوحده بالنسبه للنادي الاهلي. الثمان مباريات القادمه هم دول بطوله الدوري العام، ثمان مباريات القادمه هم دول بطوله الدوري العام. لو قدر النادي الاهلي ان هو يكسب الثمان مباريات القادمه لن ينظر الى نتيجه المنافس النادي الزمالك او المنافس الاخر نادي بيراميدز، ولكن هينظر لنتائج نفسه بس. اللعيبه لازم تموت نفسها من اول دقيقه لاخر دقيقه علشان بتلعب على نتيجه واحده وهي المكسب في مباراه غدا. مباراه غدا هي مباراه صعبه من الناحيه الفنيه، مباراة فيها كرة قدم وفيها تكتيك وفيها شغل مدربين كتير قوي وشغل لاعبين. دايما بأصر على هذا الموضوع ان اللعيبه بيكون لها او اللاعبين بيكون لهم دور كبير جدا جوه الملعب. المدرب او المدير الفني طبعا له دور التحفيز وله دور ان هو يضع الخطه وان هو يضع التكتيك المناسب لهذه المباراه، ولكن اللاعبين جوه الملعب بقى وتنفيذ اللاعبين جوه الملعب هو ده اللي نتمنى ان احنا نشوفه. الحقيقه مباراة بيراميدز مع النادي الأهلي كانت مباراة جيدة جدا من وجهة نظر الجميع، الحقيقة محللينا الكبار اللي كانوا موجودين معانا واتكلمنا في هذا الموضوع، انه من وجهة نظرنا النادي الأهلي أدى مباراة جيدة في المباراة الأخيرة أمام نادي بيراميدز، ولكن للأسف الشديد ما زالت مشكلة إضاعة الفرص السهلة مشكلة تؤرق الجميع، تؤرق جمهور النادي الأهلي. كل اللي عايزينه وكل اللي اتعمل خلال الفترة اللي فاتت من المشرف العام على كرة القدم الكابتن محمود الخطيب ان هو حاول ان هو يشيل الضغط من عليهم، حاول ان هو يشيل الضغط من على اللاعبين علشان ما يفكروش الا في شيء واحد بس، ازاي اركز ان انا اجيب جون، ازاي اركز ان انا اعمل اوفر صح عشان وليد ازارو او صلاح محسن او مروان محسن، اي حد بيلعب في هذا المكان او اجاييه او جيرالدو، اي حد موجود يقدر يجيب جون.
لاعبين مطلوب منهم التركيز فقط. كل اللاعبين عايزين يصالحوا الجمهور. هتصالحوهم ازاي؟ ان الجزء ده او الثمان مباريات دول تاخدهم لوحدهم، تاخدهم كانهم دوري خاص بمجموعه اللاعبين اللي متواجدين وبالجهاز الفني. فكر في الثمان مباريات، يعني اللاعبين طبعا يفكروا في مباراه مباراه، ولكن احنا كجمهور لما بنيجي نفكر بنفكر ان احنا عايزين نكسب بقى الثمان مباريات دول اللي هيودونا في النهايه الى ان الدوري العام يبقى في للمره ال 41 داخل دولاب النادي الاهلي، وللموسم الثالث على التوالي. هو ده اللي احنا بنفكر فيه. لكن انت كلاعب لازم تفكر في شيء واحد، ازاي اقدر ابذل كل المجهود اللي يخليني اكسب هذه المباراه. مباراة صعبة مع فريق جيد، مع مدير فني عالي جدا من الناحية الفنية. عندي النهاردة ثلاثة من النجوم الكبار، الكابتن النجم الكبير الكابتن عادل طعيمة، والنجم الكبير الكابتن شريف عبد المنعم، والنجم الكبير الكابتن عادل عبد الرحمن. هنتكلم معاهم في هذا الأمر من الناحية الفنية، كيف يلاقي النادي الأهلي النادي المصري في ظل هذه الظروف، والنادي المصري هيلعب ازاي، والنادي الأهلي من وجهة نظرهم هيلعب ازاي في هذه المباراة الصعبة جدا. ناخد جزء ثمان مباريات القادمة جزء لوحده، علشان إن شاء الله لا نفكر إلا في شيء واحد فقط، وهو مكسب إن شاء الله ثمان مباريات والفوز بالدوري العام المصري. هو ده التفكير اللي بنفكر فيه. مش عايزين نفكر بقى أصل مش عارف مين اتعادل مع مين، ولا مين كسب مين، ولا لا. أنا شخصيا مش فارق معايا الموضوع ده خالص، اللي يكسب يكسب واللي يتعادل يتعادل، المهم أنا أكسب، المهم أنا فريقي يكسب. أنا اللي أحسم الدوري برجلي كلاعبين، يعني أنا اللي أحسم الدوري بعقلي كمدير فني، إن أنا أقدر أختار ال 11 لعيب اللي موجودين في كل مباراة أو اللي يناسبوا كل مباراة. هو ده اللي إحنا عايزينه، هو ده اللي إحنا بنفكر فيه كأهلاوية، هو ده اللي إحنا دايماً بنشتاق إليه. يعني أنت لو ربنا كرمك وخدت الدوري السنة دي، بعد المباراة هتفضل تفرح يوم واثنين وثلاثة، وبعد كده هتفجر في الدوري ال 42 إن شاء الله لو ربنا كرم. يعني هو ده النادي الأهلي، وياما حصلت قبل كده مليون مرة قبل كده، بطولات كثيرة جدا حصلت، خدت البطولة قال لك اقفل على البطولة دي وفكر في البطولة اللي جاية. هو ده جمهور النادي الأهلي، وهم دول لعيبة النادي الأهلي. الضغوط اللي موجودة عليكم الكل يعلم انها ضغوط صعبة، ولكن شيل بقى الضغوط من عليك، شيل الضغوط من عليك وفكر ازاي اجيب جول، ازاي اعمل اوفر، ازاي اعمل الاوفر لاب، ازاي اعدي من الناحيه الثانيه، ازاي اكمل من ناحيه الاوفر من ناحيه الشمال، اكمل من ناحيه اليمين عشان اجيب جون، وبعدين ازاي ارجع اقف ادافع كويس علشان اقفل على الفريق اللي قدامي. هيلعب بشكل بدفاع متقدم ولا بدفاع متاخر؟ هنتكلم في الحاجات دي كلها. كل ده الحقيقه الناس تنتظر مباراه غدا، مش الاهلاويه بس، كل مصر بتنتظر مباراة غدا، كل مصر مستنية تشوف النادي الأهلي وماذا سيفعل النادي الأهلي، خصوصا الموضوع في إيديك مش في إيد حد تاني، الموضوع مازال في إيديك. مش هننتظر نتائج حد ولا هننظر لنتائج حد، لا لسه في إيدينا إحنا اللي نقدر نلعب، وإحنا اللي نقدر نكسب، وإحنا اللي نقدر ناخد ال 24 نقطة وخلاص، ويعلم بقى إيه اللي هيحصل بعد كده. بداية الوصول إلى القمة بدايته خطوة، الخطوة دي حصلت في المباريات السابقة، ولكن نعتبر المباريات السابقة دي دوري لوحده، ونبتدي بقى الدوري الجديد في الثمان مباريات دول. الثمان مباريات دول الخطوة الأولى فيهم هي مباراة النادي المصري غدا بس. فكر في مباراة النادي المصري ونفكر كيف نفوز في هذه المباراة. الفترة اللي فاتت تحديدا كان الكلام كتير جدا على كثير من اللاعبين داخل النادي الأهلي، ولكن دائما صالح جمعة، صالح جمعة دايما خلال الفترة اللي فاتت كان بيتعرض لهجمات شرسة الحقيقة. ولما كان صالح جمعة بيعمل أشياء ليست سليمة أو حاجة أو تقصير أو بيقصر في حق نفسه، كنا بنطلع نقول له هنا، مش أنا، كل النجوم اللي كانوا موجودين كانوا بيطلعوا يقولوا له يا صالح أنت مقصر في حق نفسك. ولكن عندما يعود صالح مرة أخرى زي ما حضراتكم شايفين، الالتزام، الجدية، الإصرار، العزيمة، عايز يكسب كل مباراة وعايز يلعب كل مباراة وموت نفسه في التمرين، بناء على كل الناس اللي بتتفرج ومديره الفني بيقول إن هو واحد من أفضل اللاعبين اللي بيتمرنوا، واحد من معناها إيه؟ معناها إن هو بينام بدري،
معناها ان هو بياكل كويس، معناها ان هو ما بيفكرش في حاجه غير كره القدم. هو ده اللي احنا عايزينه من صالح جمعه. جمهور النادي الاهلي حاطط عليك امل كبير جدا جدا، وانت قد الامل ده وزياده كمان. زي ما كنا بننتقد صالح جمعه لازم نشيد باداء صالح جمعه، لازم نقول ان صالح جمعه لسه عنده احسن من كده مليون مره، مليون مره، ولكن البدايه جيده، البدايه جيده. صالح جمعه ده حكايه يعني، لعيب حكايه، ولكن لما بيبقى دماغه حاضر في الملعب وبيفكر في الملعب بس وبيفكر لصالح فريقه. الماتش اللي فات واحد من افضل اللاعبين في الشوط الاول، كورتين ثلاثه بجونين ثلاثه على طول، هو الثرو باس بتاع صالح جمعه بجون. فمن فضلك يا صالح، كلنا محتاجينك، كلنا عايزينك، كل جمهور النادي الاهلي واقف وراك، لان انت ملتزم بتعليمات مديرك الفني، بتؤدي تمرينك بشكل جاد جدا، وتؤدي مباراتك بشكل رائع جدا. محتاج ان انت تطور بس من اللياقه البدنيه، وده هيحصل مع توالي المباريات. صالح جمعه واحد من اهم وافضل اللاعبين اللي موجودين في النادي الاهلي وفي مصر خلال الفتره اللي جايه، لو فضلت راسه ما بيفكرش في حاجه غير في كره القدم. تعالوا نطلع نشوف هذا التقرير عن النجم صالح جمعه. هي وانا بقرا قائمه النادي الاهلي اللي هتلعب غدا ان شاء الله، واللي هتكون متواجده غدا ان شاء الله في مباراه النادي الاهلي ضد النادي المصري، اللي لفت نظري 17 لاعب مش موجود في هذه القائمه، 17 لاعب للاصابه. قبل بس ما اقول لكم القائمه نفسها هقول لكم ال 17 لاعب للاصابه: شريف اكرامي ومحمد محمود وكريم نيدفيد وسعد سمير ومحمود وحيد وحسام عاشور ومحمد هاني وعمرو جمال واسلام محارب. 9 لاعبين بسبب الاصابه. بالنسبه للايقاف: الشناوي وعمرو السوليه ومروان محسن لعدم الجاهزيه، وان شاء الله يكون متواجد في المباريات القادمه كابتن وليد سليمان. وجهه نظر فنيه: نجيب واحمد علاء واحمد حمودي ومحمد الشريف، محمد شريف. تخيلوا حضراتكم لو انا قلت ال 17 دول كانهم هم النادي الاهلي كلهم. بسم الله. اللي متواجدين في القائمه نلاقي مجموعه اخرى من اللاعبين بتتصاب، ولكن ده لازم يحصل في موسم زي اللي احنا فيه ده، لازم ده يحصل، لان الموسم اللي احنا فيه ده موسم غريب جدا جدا جدا. واكتر نادي اتضر بسبب هذا الموسم هو النادي الاهلي، اكتر نادي حاول ان هو يحافظ على التوقيتات ويحافظ على كل شيء ويحافظ على الكلمه اللي قالها في اول الموسم هو النادي الاهلي، ولكن اتضر الحقيقه بسبب توالي المباريات، وده شيء مهم جدا جدا جدا. ولكن في النهايه احنا لا نبرر شيء، خلي بال حضراتكم، ولكن انا بتكلم مع حضراتكم او بحكي كده بس مع حضراتكم ان هي 17 لاعب غيابات، منهم 9 لاعبين مصابين. في فرق تانية لو كان حصل معاها واحد بس لما بيغيب تلاقوا الفرقه عملت كده. حضرتك او كمشجع للنادي الاهلي لما اقول لك شريف اكرامي، لما اقول لك محمد محمود، لما اقول لك كريم نيدفيد، لما اقول لك سعد سمير، لما اقول لك محمود وحيد، لما اقول لك حسام عاشور، لما اقول لك محمد هاني، لما اقول لك عمرو جمال، لما اقول لك اسلام محارب والشناوي والسوليه ومروان محسن ووليد سليمان، كل دول مش موجودين. دي مش القايمه بالمناسبه اللي انا بقولها، دي مش القايمه اللي هتلعب بكره. دول المصابين، دول اللي بره. والله دول اللي بره. والله في فرق يا جماعه لما بيغيب منها واحد ولا اتنين بتلاقوه في حته تانية خالص، تحس انها فريق عادي. فما بالكم بالغيابات دي كلها. خليني اقول القايمه بقى ال 22 او ال 20 لاعب اللي هيكونوا متواجدين غدا ان شاء الله في مباراه النادي المصري: حراسه المرمى علي لطفي ومصطفى شوبير، خط الدفاع احمد فتحي وايمن اشرف ورامي ربيعه وياسر ابراهيم وعلي معلول وباسم علي، دلع سلامه يا باسم. خط الوسط: حمدي فتحي، حسين الشحات، ناصر ماهر وهشام محمد ورمضان صبحي وصالح جمعه واحمد الشيخ وعربي بدر. عربي بدر، احفظوا الاسم ده كويس. وجيرالدو. وخط الهجوم: وليد ازارو، صلاح محسن، جونيور اجايه. قبل بس ما احكي لكم او اتكلم مع حضراتكم سريعا عن العربي بدر، احنا دايما في النادي الاهلي بيهتم بالناشئين، عارفين الدليل ايه؟ الدليل مجموعة كبيرة جدا من الأسماء اللي أنا قلتها في الـ 22 لاعب كلهم من ناشئين النادي الأهلي. كلهم من
طلعوا من تحت ايد الكابتن عادل طعيمة والكابتن عادل عبد الرحمن والكابتن شريف عبد المنعم، هم دول اللي طلعوا الاجيال دي. وطبعا وكباتن كبار موجودين ما زالوا في النادي الاهلي او مش موجودين، ولكن الاسماء اللي انا بقولها دي فيها اسماء كتيره جدا جدا من ناشئين النادي الاهلي. ولكن لما اجي اتكلم على ناشئ لازم يعرف ان هو لسه ناشئ، لسه صغير، لسه يعني ده قلم، لا مش بالقلم ده، ده بقلم رصاص، قلم رصاص. مجهودك وان انت تلعب باسم النادي الاهلي وبروح فانيلة النادي الاهلي هو اللي هيخلي الجمهور يحبك، هو اللي هيخلينا نكتبك بالقلم الجاف. مش معنى ان اي حد يطلع يتكلم على ناشئ ان هو يبقى لعيب كويس، لعيب كويس الكل اشاد بيه. العربي بدر النهارده الكابتن عادل عبد الرحمن هيكلمنا شويه عن هذا الموضوع، لعيب كويس. هو ده العربي بدر، ناشئ النادي الاهلي من مواليد 2001 زي ما حضراتكم شايفين، شكله صغير بسم الله ما شاء الله، ربنا يديله الصحه ان شاء الله في المباريات خلال الفتره القادمه. اللي عايز اقوله برضو احنا بنتكلم عن ايه؟ بنتكلم عنه؟ اه بنتكلم عنه، ولكن عادي احنا بنقول ان العربي بدر لعيب كويس وكل الكلام اللي احنا بنقوله ده ممكن ما يحصلش وممكن يحصل. ازاي؟ مجهود اللاعب نفسه، اللاعب نفسه يعمل ايه جوه الملعب علشان يوصل يبقى زي حسام عاشور مثلا، زي احمد فتحي مثلا، زي من قبلهم الحقيقه شوقي، مجموعه كبيره جدا من اللاعبين اللي بيلعبوا في هذا المكان. مجهود بس هو اللي هيخليك تعمل كده، وتنفيذ الامور الفنيه جوه الملعب اللي بيقولها لك المدير الفني، لكن التنطيط بقى هتتنطط وهتعمل والكلام ده كله ده ما بيحصلش انا عارف داخل النادي الاهلي. ولكن البعض بيقول ان احنا عشان بنتكلم عن الناشئين فلا، احنا بنتكلم عن الناشئين لانهم يستحقوا ان احنا نتكلم عنهم، بنتكلم عن الناشئين لان عندنا نجوم كبيره جدا هم اللي طلعوا الناشئين دول، هم اللي عملوا الناشئين دول. مجموعه الناشئين اللي موجوده في النادي الاهلي هم القاعده الرئيسيه في الفريق الاول، وهم اللي هيبقوا الخلف القادم في بعد مجموعه اللاعبين الكبار في السن مثلا لما يبطلوا او يعتزلوا. فلعيب كويس نتمنى له الاستمراريه وان هو يعرف ان هو بيلعب باسم النادي الاهلي وليس باسم اي نادي اخر. بكره حكم المباراه روبرتو جارسيا اوروسكو، تاريخ ميلاده 24 اكتوبر 74. انا الحقيقه مش هتكلم عن حكم المباراه ولا هقول ان هو وحش ولا ان هو كويس. احنا ياما قلنا واتكلمنا امبارح واتكلمنا اول امبارح واتكلمنا الفترات اللي فاتت ان يا جماعه اذا كان هناك حكم اجنبي من فضلكم هاتوا لنا طاقم حكام اجنبي يتعلم منه المصريين، حكم من الاليت ايه. انا مش هتكلم، خلينا نبقى واقعيين ونشوف ايه اللي هيحصل بكره في على ارض الملعب او على ارض الواقع. دي هو ده دايما منهجنا، نشوف ونتكلم. بدأ مسيرته التحكيمية سنة 94، خد الشارة الدولية في 2007، وتم اختيار جارسيا في 2011 من أجل إدارة مباراة كأس العالم تحت 17 سنة، وبعدين شارك في إدارة مباراة كأس العالم للأندية في 2016 وإدارة مباراة واحدة فقط جمعت ما بين سان داونز وكاشيما أنتلرز، وله تجربة سابقة مع المنتخب المصري الأولمبي حيث أدار اللقاء الذي شهد فوز الفراعنة في دور المجموعات بأولمبياد لندن 2012 بنتيجة 3-1 أمام بيلاروسيا. من أهم المواقف المثيرة للجدل لهذا الحكم أدار لقاء كلوب يونيفرسيداد وناسيونال أمام روخو دي فيركوزو في ربع نهائي الدور الدوري المكسيكي، واتخذ عدد من القرارات المثيرة للجدل في صالح أصحاب الأرض. هو ده أهم حاجة عندنا نتكلم عنها أو بحكي لحضراتكم شوية عن الحكم المكسيكي روبرتو جارسيا أوروزوكو، الحكم اللي هيكون حكما للساحة غدا في مباراة النادي الأهلي والنادي المصري بعدما طلب النادي المصري استقدام حكام أجانب لهذه المباراة. طيب خلينا بقى نطلع نستقبل ضيوفنا الكبار. زي ما قلت لكم النهارده ثلاثة من الضيوف الكبار
من النجوم الكبار الكابتن عادل طعيمة، الكابتن شريف عبد المنعم، الكابتن عادل عبد الرحمن. هنتكلم معاهم كتير جدا عن مباراة النادي الأهلي والنادي المصري ووجهة نظرهم أيضا في المباراة السابقة في الدوري العام المصري. بعد الفاصل كابتن عادل طعيمة، كابتن شريف عبد المنعم، كابتن عادل عبد الرحمن. بس نطلع نشوف تقرير عن أهم الإصابات اللي موجودة في النادي الأهلي وبعد كده نرجع نستقبل ضيوفنا الكبار. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين، خلوني ارحب بضيوفي وضيوف حضراتكم في الجزء الاخير من هذه الحلقه. النجم الكبير الكابتن عادل طعيمه، ازيك كابتن؟ اخبارك كابتن اسلام؟ ازي حضرتك؟ كله تمام ان شاء الله تكون بخير. انا تمام وحضرتك تمام ان شاء الله بخير؟ دايما بخير يا كابتن. ايضا النجم الكبير كابتن شريف عبد المنعم، اهلا بيك كابتن. والحمد لله، واهلا بكابتن عادل، وحشنا. الله، انت اللي وحشنا من امبارح. الحقيقه. ايضا النجم الكبير الكابتن عادل عبد الرحمن، ازيك كابتن؟ اخبار حضرتك ايه؟ كابتن اسلام الله يخليك. تمام الحمد لله، وانا سعيد جدا ان شفت الكابتن عادل تامن النهارده وكابتن شريف عبد المنعم. الله ربنا يخليك كابتن عادل. كابتن عادل طعيمه بقى، خليني ابدا مع حضرتك الاول. برأي حضرتك في المباراة بكرة بشكل عام، يعني شايفها مباراة سهلة، مباراة صعبة، مباراة في المتناول من وجهة نظرك يعني؟ بسم الله الرحمن الرحيم. تعودنا في مجال كرة القدم وخاصة في النادي الأهلي مفيش مباراة سهلة ومفيش مباراة صعبة. الاحترام المنافس أيا كان وضعه في الجدول وأيا كان تاريخه، الفريق بينزل عامل حسابه، الفريق اللي هو بيتزايل الجدول والفريق اللي هو بينافسك المركز الثاني او المركز الاول. فكل المباريات بالنسبه لك درجه الاستعداد بتاعتها واحد، سواء فنيا او بدنيا او نفسيا بتبقى واحد. مباراه المصري بكره مباراه من المباريات الجميله اللي ان شاء الله ولادنا ولاعبتنا وجهازنا الفني خد اسبوع. الاول كنا بنلعب كل 72 صح ساعة مباراة أو 48، فأنت عندك لأول مرة من فترة طويلة أسبوع كامل. الأسبوع كامل ده يبقى فيه نوع من التدريب المنظم، فيه نوع من الاستشفاء العالي، فيه نوع من المصابين يبتدوا يرجعوا، يعني في رمضان ابتدى يرجع، في وليد أعتقد أنه هاي خلاص داخل، إن شاء الله وليد دخل التدريب، يعني دخل التدريبات الجماعية، في محمود وحيد، في أكثر من لاعب ابتدى أجايه، في أكثر من لاعب. فالحقيقه مباراتنا بكره هتبقى صراع على ثلاث نقاط مهمين جدا. الحافز الاكثر هيبقى للنادي الاهلي. يعني انا سمعت برضو انه المصري بيحفز نفسه عشان يخش في المربع الذهبي. في فرق قوي ان انا ابقى في المربع الذهبي، وفي فرق كبير قوي ان انا ابقى في البصارع او بنافس على الفريق الاول وخاصه في النادي الاهلي المركز الاول. نعم المركز الاول. وبالتالي الحافز هيبقى موجود، هيبقى فيه التشكيل المناسب، التغيير المناسب، التركيز المناسب. احنا دلوقتي عندنا ثلاث بطولات، احنا طلعنا افريقيا، عندنا دوري، عندنا كاس، عندنا سوبر. الجهاز الفني اعتقد انه الدوري السنه دي باذن الله تعالى لن يفلت من قبضه النادي الاهلي ومن جهازه الفني ومن لعيبته ومن ادارته. علشان كده انا شايف ان هناك في تركيز قوي جدا في التدريبات. تحس ان برضو الجلوس مع اداره النادي بحيث انه خدوا رساله مفيش اي ضغوط عليك، العب كورتك الطبيعيه، لان اخر مباراه الحقيقه كان في نوع من العصبيه، وانا زعلان جدا انه الفريق اللي احنا كنا بنلعبه استفزك لدرجه ان انت خرجك عن هدوءك اللي احنا معتادين عليه. انت بتلاقي دايما في بطولاتك في افريقيا في الدوري لحد اخر دقيقه اللعب بتاعك، الجمل، التحضير من تحت، الهجمات المنوعه من اليمين للشمال، الاختراقات من العمق، التسديد، الكلام ده ما كانش موجود نتيجه ان معظم اللعيبه من اول الجول الفريق المنافس استفزك. على الرغم من كده احنا شفنا مباراه امبارح الفرص اللي ضايعه فين؟ مفيش فرص ضايعه يا كابتن. انا عايز اسال حضرتك في ده، هل حضرتك كنت شايف ان مباراه الاهلي مع بيراميدز، مش الزمالك، مش امبارح، الاهلي مع بيراميدز كنت شايفها مباراه جيده ولا النادي الاهلي ما اداش مباراه جيده؟ انا اللي هقوله الشاشه تقوله،
انت نضيع خمس ست جوال، خمس ست جوال لا يمكن يضيعوا. على الاقل اربعه، اربعه احنا جبناهم اربعه صفر، اربعه لا اربعه، اربعه واحد، اربعه اتنين. في كره اللي جت في العارضه ورجعت وتردت. طيب انت انت يعني بالراحه جدا انت رايح بانفرادات كامله من ازارو اتنين، من اجاييل لحسين لجيرالدو، يعني ده جيرالدو مضيع واحده مين. ده لا في واحده منهم، في واحده منهم اللي خدها باليمين دي انا ما اعرفش يعني، يعني لو تعادت مليون مره ما تطلعش، لو قلشت هتخش جول، لو قلشت هتخش جول. وبعدين برضو ازاروا واحده بدماغه اللي عملها في الارض دي، يعني وقبلها اللي على صدره، واللي قبلها اللي على صدره. شوف كام فرصه امبارح، احنا ما شفناش فرصه لا من هنا ولا من هنا الا حتى حتى الهدف ضربه ثابته من كوره ثابته، وبعدين لا يمكن تدخل. يعني الراجل الراجل ماسك علي جبر، وعلي جبر بيعملها من تحت، وده مش باصص للكوره ماسكه، عملها برجليه من تحت. فانت لعبت مباراه جيده، لكن في في الربع ساعه الاخرانيه حصل نوع من الاستفزاز، تضييع الوقت، الداع الاصابه، استفزوا مروان، استفزوا ازارو، استفزوا، يبقى يضيع وقت. فطبعا الكلام ده وارد في كره القدم، لكن احنا لعبتنا عندهم من الخبره ان ما حدش يقدر يستفزه. وان شاء الله بكره باذن الله تعالى نلاقي التشكيل المناسب، ولينا دايما وجهات نظر في بعض اللاعبين. انا بعيدها بكررها تاني، حسين الشحات، حسين الشحات ارجو من الجهاز الفني يعني يحاول يجربه حتى في التمرين انه يحطه تحت راس الحربه، او لو انت بتلعب براس حربه وراس مثلث يبقى في اثنين، يعني راس حربه وفي اثنين تحتيه زي ما كنا بنلعب زمان. يبقى في كان في يبقى في بركات وبوتريكا، وكان في فلافيو او متعب، او متعب. فالحته دي حسين الشحات هيجيد فيها زي ما اجاد ثلاث سنين في المقص في الحته دي، بيجيب جوال الحته اللي هي تحت راس حربه تحت، وممكن يهاف ديفندر. الاستثناء انك تلعبه على الطرف، هو مش عدلته على الطرف، ما هوش هو ادى على الامارات يا كابتن. هو يقول يعني هو الرد بيبقى كده على فكره، ده مش رايي بس انا بقول لك الرد بيبقى كده، ان هو قدم على العين الاماراتي كل الاهداف اللي جابها ومعظم الاهداف اللي كان في اهداف كان بيلعب فيها زي ما حضرتك قلت من العمق، ولكن معظم الوقت مع العين كان بيلعب على الاطراف. كان الراجل يا كابتن، شوف يا كابتن، كان الراجل عارف قدرات العين والفرقه هو بيلعبها، كان بيعمل المرتد. كان أيوة. حسين الشحات بيبقى على الطرف اليمين، الكره اول ما تتقطع يعملوا ايه؟ يروح مدينها له راس الحربه بتاعه، يروح واخدها ويروح عاملها له، يروح جايبين الجول او يكمل معاه. كان بيعمل دي بحيث ان هو يستغل قدرته وسرعته والباصه بتاعته، انما هو هو كلاعب في المقاصه افضل لاعب في الدوري كان بيلعب في منطقه الوسط الملعب. يجربوه في التدريب، اعتقد هيبقى اضافه قويه جدا. بنبارك لرمضان انه ان شاء الله بكره يبقى باذن الله تعالى موجود، يبقى اضافه، لانه هيبقى نقطه قوه مهمه جدا، لان الجانب اليمين في النادي المصري يعني ممكن رمضان يعني يقدر ان هو مع علي معلول يعملوا جبهه قويه جدا ان شاء الله. كابتن شريف برضو انا عايز اوصل للناس حاجه، مباراه مهمه ومباراه صعبه وكل حاجه، ولكن انت دايما عليك بذل المجهود، النتيجه دي بتاعت ربنا طبعا. يعني دايما في الاساس، واحنا دايما بنتكلم او حضراتكم دايما كنتوا بتعلمونا تقولوا لنا ايه، ان ابذل اقصى مجهود وفي الاخر النتيجه دي بتاعت ربنا. بكره لن ننظر الا ان شاء الله للمكسب، ولكن في نفس الوقت انت تبذل كل المجهود اللي عندك كلاعب علشان توصل لايه؟ ان انا اكسب. لكن كل شيء جايز وكل شيء ممكن. انا بس حابب ان انا اتكلم مع حضرتك تحديدا في هذا الموضوع، لانه موضوع مهم جدا 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 وهيفرق مع الناس كتير. بسم الله الرحمن الرحيم. ده غير الحق المشروع للمنافسه، يعني من حق الخصم كمان انه ينافسك، من حق الخصم يكون عنده حافز، يكون له وجود. اللعيبه بتاعته بتستنى يوم زي ده، اللي هو انك بتلعب النادي الاهلي مرتين في السنه او ثلاث مرات بالكثير قوي، فده بيخلي في حافز كمان قدامك مع الفرقه اللي بتلعبك، مهما كان موقفها في الدوري او مهما كان الاسم اللي هيلعبك، بتبقى مباراه مختلفه، مباراه فيها تميز من الخصم، اذا كان دفاعيا او مهاريا او حاله بدنيه، بنحس ان الفرق كلها بتبقى مختلفه لما بتيجي تلعب النادي الاهلي. النادي الاهلي زي ما اتفقت انا وانت يا اسلام الفتره اللي فاتت كلها واقف على اللمسه الاخيره. نعم. مجهود بيتبذل. لعيبه رجعت لحالتها وخلاص خلصنا موضوع افريقيا ده، انما من ساعه افريقيا ومن ساعه المباراه بتاعت بيراميدز وده واحنا في اخر لمسه في المباراه هي اللي بتحدد مصيرنا في المباراه.
حضرتك اتفضلت وقلت اربع خمس كور فاتفضل يعني دي واحده تصرف واحده فيها تصرف ارض حتى ملعب ما بتخليش انت بتتكلم على ارض الامارات والناس بتلعب وبيلعبوا اللعيب وبياخد وبيروح الارض دي مش مساعده كمان لعيبتك بالشكل اللي هو يقدروا عليه وعليك بس مش بالشكل اللي هو الطبيعي بتاع لعبه كره القدم. كره زي دي حضرتك شفتها برضه يا كابتن عادل كره زي دي مثلا هو جابها قبل كده في ماتشات كتير قوي بتصرف غير التصرف ده بطلقه بيروح حاططها في زاويه في طلقه لو حطها حتى في ايد الجون ممكن تاخد ايد الجون وتخش ففي تصرفات بتبقى احنا حسين الشحات اهو بيتحرك بيأدي بيلعب كره بالعرض شايف ان انا حسين الشحات اللي احنا ماسكينه عليه السلبيات بس مش ماسك عليه الايجابيات يعني كره زي اللي عملها دي ايجابيات كره زي اللي هو موفق هو يا كابتن في ناحيه اليمين وبيتصرف كره زي دي لازم الراجل يحط بس بطن رجله اللي اسمه جيرالدو ده يثبتها بس كده هتروح داخله لوحدها جول هو راح مكمل معاها بشوطه انا مش شايف اي حاجه في النادي الاهلي والله يا كابتن اسلام غير اللمسه الاخيره اللي انا وانت اتفقنا عليها امبارح او كنا بنتكلم ده كل الدنيا كره زي دي مثلا هي راحت له وهو شايفها كمان ومش جايه له ومعهوش حد مشاركه وعلى شماله والتصرف بتاعه فيه خوف وهو بيحطها يعني انا لعيب كوره وعارف الكوره دي ما تروحش الا اذا كنت انا قلقان انها تروح فبتروح يعني وده الواضح انا حاسس باحساسه هو حتى لما حطها هو اللي عارف ان هو لو داخل وسايب نفسه زي اجاييه اول ما رجع كده سايب نفسه بيحط وش رجله بيلاقيها في سقف الشبكه ده لعيب خايف وهو بيحطها لانه كان لازم ياخدها هاف فولي مش ببطن رجله كده في الارض هاف فولي بشماله وهو اشول اصلا بو هنلاقيها محدش هيشوفها ففي حالات احنا بسبب الاحداث اللي حصلت فينا السنه دي عرفنا نطلع من مش عايز اقولها كبوه يعني عرفنا نطلع من الاصابات وحتى النهارده في ثلاث لعيبه ايقافات وانذارات عرفنا الفتره اللي فاتت نطلع ونجيب نفسنا وتعرضنا لحاجات كتير قوي في بعض الانديه لما بيغيب عنها لاعب او اثنين يا كابتن عادل بتبقى يعني بتبقى الامور صعبه جدا ونبعد ليه طارق حامد لما بيطلع من فرقه الزمالك وهو ساسي لما خرج في تقصير هيبقى موجود في فرقه بحالها في كيان بحاله يعني لا قدر الله ما يجيلوش اصابات يعني انما شفناه قبل كده ما لعبش ماتش ولقينا في فرق كبير قوي بيحصل في شكل الفرقه في لغه التعامل في الفرقه انت خلاص بقى عندك قوام اساسي او ثوابت بتبقى من لعيبه معينه النهارده بيخش عليك صالح جمعه بيعوض ان شاء الله ناصر ماهر شويه لعيب كويس قوي انما لازم يبقى قدامه الحته اللي هي في العمق الهجومي دي الاسلام بيتكلم عنها ازاي في لغه التعامل ازاي نعمل الباص ازاي انا اجري الراجل اللي قدامي ده حضرتك اتكلمت على حسين شحات ناحيه اليمين انت عايزه ينزل تحت شويه تحت لا وعايز ينزل لا شوف يا كابتن اصلا حضرتك بتشوف في الماتشات بره بيقول لك كابتن شريف عبد المنعم بيروح عامل لك بالضوء كده الاحمر المساحه اللي انت تجري فيها انت لما يكون في راس مثلث في راس حربه وفي اثنين تحتيه انا برسم لك المساحه اللي انت هتجري فيها مظبوط فانت بتروح يمين وتروح شمال وتروح في العمق المساحه دي بتبقى عاملينها بدوائر حمراء واحيانا بدوائر خضراء واحيانا في حتت تقول لك ما تروحش فيها بس في لاعب يا كابتن مش هيروح مش هيبقى تحت راس الحربه ثابت لا انا ده بيروح فاهم يمين بس في لاعب عنده امكانيات التحرر يعني ايوه ده في لعيب زي رمضان صبحي من اللعيبه الحقيقه بيحافظ على كورته كويس قوي عنده تحرر وبيقدر يخش بيها جوه ويقدر يرجع بيها وبيقدر يطلع لقدام ويقدر يطلع علي معلول ويعمل سبورت معاه يعني عنده في حريه حركه في لعيب تاني بيبقى محتاج حتى ارضيه الملعب تساعده انه دريبلر عايز يعدي على طول بالكوره عايز يجري بيها زي جيرالدو ده لو ما تلمش على الكوره صح وجري عمل الفنت بتاعه اللي هو البوشنج الاخراني ويعمل كوره عرضيه هذا ما يعني هو ده لحد دلوقتي اللي احنا شايفينه من امكانياته في لعيبه الارض مش مساعداها حتى في ده انما في لعيب الحقيقه راجع بشكل انا ما كنتش متخيل انه هيرجع تاني اللي هو اجاي لازم اجاي ده لعيب كوره كبير جدا لازم استفيد منه زي ما استفدت منه اول ما رجع وكان في عمق هجومي الراجل ده عمله لي ومحطه وبيطلع بقى حسين الشحات لما بيجي له من الناحيه دي وبيجي له رمضان عايز يلعب وابص الاقي عمرو السوليه مكمل واحمد وحمدي فتحي مأمن عمرو السوليه فكان لينا شكل حتى ضاغطين على الفرق كانت الكوره اما تترد يا كابتن تلاقي احمر 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 دلوقتي بقت الحكايه متشاركه يعني في بعد في الخطوط وده اللي حصل لنا في الثلاث اربع ماتشات اللي احنا خسرناهم يعني مش هقول ان انا خسرت كل الماتشات ماتش اجتماع 1-0 هنا ما كانش يفرق معانا كنا مغلوبين 5 اللي هو بتاع سان داون والماتش اللي هو بتاع بيراميدز اللي انت غير موفق في الخمس فرص
اللمسه الاخيره انت الظاهر يعني محتاج ان انت عايز عمق هجومي الحقيقه. نعم. يكون عنده الفينش السريع وهدوء الاعصاب بقى شويه. يعني بلاش التسرع، احنا متاخرين. تمام كابتن عادل، خلق الفرص، خلق الفرص ده شيء مهم جدا وشيء صعب جدا، وبالتالي انت لما تيجي تتفرج على النادي الاهلي تلاقيه بيخلق فرصه واثنين وثلاثه واربعه. ما هو برضو عايزين نوضح للناس ان خلق الفرص ده تكتيك، ده أكيد اسلوب طبعا. أكيد. ده طريقه لعب. او وجهه نظرك يعني يعني عايز اقول لك حاجه بس، احنا في اخر خمس ست مباريات في الموسم اقل لعيب لاعب حوالي مثلا من لعيبه المفترض ان هو يلعب حوالي مثلا عدي بافريقيا بالمباريات الوديه ممكن يعدي ال 40 45 مباراه. المباراه بتاعت بيراميدز انا شفتها يعني كان فيها اجهاد، يعني سيبك من الاهداف اللي ضاعت، احنا ضيعنا اهداف كتير قوي، وهي طالما انت زي ما بتقول يا كابتن اسلام طالما بتوصل يبقى انت بتعمل حاجه، انت فاهم؟ هو ده اللي عايزين نتكلم فيه. انت بتوصل كويس، انت وصلت اكتر من مره كويس، ولكن الفينشنج ما كانش تمام. يعني كابتن عادل طالما اتكلم على كوره مهمه بتاع جيلار لو حب يطلعها بره مش هيعرف، اللي هي لعبها بيمينه. حاجه تانية مهمه عايز اقول لك، ما هو ده اللي احنا خلانا في مباراه بيراميدز ما نكسبش. انت لو كنت جبت جون في الاول صدقني كنت كسبت كتير. يمكن انا عارف كمان فرقه بيراميدز كويس. طول ما انت بتضيع اهداف معاها طول ما هم الثقه بتجيلهم. لكن انت لو كنت جيلاردو جاب هدف، وليد ازارو الكره الاولانيه اللي صالح جمعه حطها له كويس قوي، يعني مش شايف، هو كان لازم يشوطها وهي رايحه كان هيجيب جول. هنا اللي انا عايز اقوله، النادي الاهلي طول عمره بيحصل ايه، كل الفرق لما بتيجي تلعبنا بتلعبنا زون ديفنس، زمالك بيراميدز اي فرقه بتلعبك زون ديفنس. لما النادي الاهلي بيجيب الجون الاولاني السيناريو الثاني بتاعهم ما بيبقاش شغال، اللي هو عاوز يطور هو. فالنادي الاهلي بيلعب بقى بيوسع لك المساحات، بيوسع خلاص، يعني اللي هو ايه، هم بيعملوا حاجه معينه بيدافعوا عشان يروحوا، ولكن النادي الاهلي جاب جون فبيبوظ لهم السيناريو اللي هو المدافع فبياخد السيناريو الثاني. في السيناريو الثاني النادي الاهلي يكسب، لعيبته تكسب، لعيبته افضل، لعيبته يعني اكثر خبره. لكن هنا لما نيجي نتكلم على، يعني لو تسمح لي يا كابتن اسلام، دي حاجه مهمه جدا. فضل. ان اللعيب اللي بيضيع فرصه واثنين وثلاثه في وقت مهم زي ده، المفترض ده نفسي، بمعنى ده؟ نفسي نفسيا يعني. يعني لازم يتعالج بايه، بايه الهدوء اللي حصل النهارده واللي حصل مع فرقه الكوره في النادي الاهلي، الهدوء، عدم يعني الشد العصبي، كفايه هم عليهم شد عصبي كبير قوي. لعيبه النادي الاهلي بيلعبوا ونوي الدوري، ما بيلعبوش الا على الدوري. يعني ما ينفعش احنا او اي مدرب او اي اداري او اي مسؤول في النادي الاهلي يقول لهم هيروح يهديهم ازاي، ما ينفعش يقول له احنا مش عايزين دوري، احنا لا احنا عايزين دوري، ولكن اهدى 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 ازاي. دي بقى ده الخبرات، دي اللعيب الغالي. احنا عندنا لعيبه كويسه قوي، افتكر ان احنا عندنا 24 نقطه، دي مهمه جدا. نادي الزمالك عنده 21 نقطة، بيراميدز عنده 15 نقطة. لو النادي الأهلي وصل بال 24 بونت هيوصل للنقطة ال 82. بيراميدز لو خد ال 15 بونت هيوصل لل 78. الزمالك ده 81، لو ما هو لو الأهلي واحد، لو الزمالك 81 مش هيبقى الأهلي 82، أيوة هيبقى الأهلي 79. لو ان شاء الله يعني النادي الاهلي يكسب هيبقى انت تاخد الدوري. علشان كده بقول لك الدوري بالتمرس، انت متمرس فيه، لازم نهدى. مباراه بكره مباراه صعبه للغايه. انا اعرف اياب جلال من افضل المدربين اللي متواجدين في الساحه في الوقت الحالي، مدرب هادي جدا، شرس دفاعيا، شرس هجوميا، بيعرف يعمل حاجه اياب جلال. دي حاجة. الحاجة التانية هم واخدين ثقة كويسة، جايين من تحت، كانوا ماشيين بطريقة، يعني حتى إيهاب جلال عنده ثلاث طرق بيلعب بيهم، بيلعب مع الفرق الأقل منه، بيلعب 4-3-2-1. هنتكلم عن المصري يا كابتن، ولكن عايزين نكمل كلامنا في قصة خلق الفرص دي لأنها مهمة جدا. أنا عايز أوصل بس للناس إن النادي الأهلي، لو وجهة نظرك مختلفة طبعا حضرتك قول أنت حر، لكن أنا بتكلم إن النادي الأهلي عامل مباريات جيدة في الفترة الأخيرة. مباراة سان داونز اللي كانت هنا
كسبنا 1-0 وضيعنا 3-4 تجوان. مباراة بيراميدز الأخيرة اتغلبنا 1-0 وضيعنا 3-4 تجوان. ما هي دي النقطة اللي أنا حبيت أكد عليها. أنت لو كنت خلصت في مباراة، يعني أقول لك حاجة كمان، صن داونز أول كرة بتاعت وليد أزار لو كانت جت جول كان قناة الثقة اتفتحت. هي مشكلة لعيبة النادي الأهلي في الفترة الحالية في المباريات القادمة والمباريات اللي قبل كده، حتة التضييع الأهداف بتوديهم إلى ثقة للفرقة الأخرى، وهم كمان بيضيع منهم الثقة شوية. ولكن إن شاء الله يتغلبوا عليهم. رمضان صبحي رجوعه مهم جدا، هيتغلب على الأمر ده، وإن شاء الله بكرة يكون حظ كويس، ملعب كويس، عشان مهم جدا. يعني كرة جيراردو دي ممكن يكون كمان يا كابتن عادل الملعب عامل كده، يعني لو ده في استاد استيبل قوي والارض كويسه كان ممكن النجيله طبيعيه كان ممكن يحط رجله وما تطلعش بعيده كده. فان شاء الله يكون الملعب بكره نجيله طبيعيه. يعني لا كابتن عادل قصده يعني نجيله طبيعيه الملعب اللي احنا بنشوفها في العالم كله اللي هو لكن هي نجيله طبيعيه يعني لكن لكن حتى الملاعب بتاثر على لعيبه النادي الاهلي كتير قوي طبعاً. لان في نوعيات لعيبه، انت وانت بتدافع يا كابتن اسلام انت كنت لعيب مدافع يعني وعارف الامر ده، وانت بتلعب في ملاعب مش كويسة ممكن تدافع أحسن لأن اللعيب ما بيتحكمش لكن أنت لو بتلعب في الملعب كويس. لكن النادي الأهلي بيوصل أداؤه، بس عاوز أهداف إن شاء الله. أتمنى من اللعيبة يكون عندها تركيز، عندهم عدم تسرع، بالذات الفراودة وليد أزار والفراودة ما يتسرعوش، ولكن مش لبطء. ده في فرق ما بين التسرع والسرعة. التسرع أنك أنت تاخد القرار من جواك سريع ولكن بتبقى هادي، هو ده الفرق اللي كان بيحصل مع فرقة النادي الأهلي، وإن شاء الله ترجع الأمور للطبيعية. طيب كابتن عادل، هزيمة الزمالك من بيراميدز هتفرق مع النادي الأهلي ولا لا؟ أنا شفتك في أكتر من مناسبة بتقول أنا ماليش دعوة بالفرق الأخرى، أنا ليه دعوة بال24 بونت البتوع اللي جايين، أنا محتاجهم، أنا عمري ما هبص للي جنبي ولا اللي تحت، أنا بلعب وقدامي هدف. ماتشات النادي الأهلي كلها ماتشات كؤوس. الفترة اللي فاتت كنا مضغوطين ضغطة جامدة جدا، وقلت المرة في أحد المناسبات معاك إنه الفريق المنافس الضغط أسبوعين خسر 3 ماتشات، أنت مضغوط بقالك 7-8 شهور. بقترح على لسارتي والجهاز الفني والكابتن سيد الفترة اللي جاية 8 ماتشات نطبق نظام. أنا بعتقد إنه النظام ده المفروض كان يطبق من زمان، نظام اليوم المفتوح أو اليوم الكامل. لعيب يجي الصبح يمشي بالليل، يمشي بعد خلص تمرين مع وجبه خفيفه كده، يتغدى مع زمايله، بيفطر مع زمايله. طب لو تمرين الصبح الساعه 9 يتمرن الصبح، وبعدين انا في مكان استراحه اعمل لهم غدا. شوف سان جيرمان بيعمل ايه، كل الصبح يفطروا، خشوا افطار جماعي، يقعدوا يلعبوا مع بعض مع الجهاز يوم كامل، حاجه تالف وهدوء وحب. الحاجه الثانيه تشيل الضغط، حضرتك تقصد ادي حاجه. الحاجه الثانيه زي ما قال الكباتن كابتن شريف كابتن عادل، تدريبات تخصصيه. انا النهارده الراجل المدافع بتاعي بيوقف غلط، يوم انا اديله شغل ازاي يوقف في الكرات الثابته، ازاي في الحاجات اللي فيها سرعه انا هلعب مع مهاجم سريع، يبقى انا ما بقاش لازق فيه علشان ما اتضربش بكره واحده، يبقى لازم ابقى في مسافه. المدافع ازاي يعمل الكروس. في حاجه كمان مهمه جدا اتعلمناها زمان وكنا بنعلمها لاولادنا اللي بقوا مدربين دلوقتي. كمان خلي بالك كنت دايما تقول ايه، ان ما كانش في وقت يعمل كده، ما كانش في وقت. لا دلوقتي انا بقول الثمان ماتشات اللي جايين دول، يعني باستثناء بكره عندك 7 ماتشات. لا عشان حضرتك كنت بتقول او بتطالب الموضوع ده من فتره، ولكن كنت دايما بتقول ايه، ان كل بنلعب كل 72 ساعه ما ينفعش، ما كانش في ولا ينفع يصلح بالظبط. الفتره اللي جايه ديت محتاجه نمره 1 اليوم الكامل، نمره 2 تدريبات تخصصيه. في حاجه انت كراجل باك يمين، وانت بتاخد الاوفر ورايح من ورا الباك ورحت رايح، حته التفاهم بيني وبينك، انت ببص في عينيا وبص في عينيك على طول، عارف ان انت هتحطها لي على الارض القريبه فتروح اعملها على الارض الرايح. خلاص التفاهم ده بنشوف قلبا في برشلونه لما بيوصل للطرف بيعمل ايه، على طول عارف ميسي جاي له فين، ميسي بيجري له في الحته دي علشان يرجعها له وراح حاططها. ما بيشوطش بيروح راكنها. ده عباره عن ايه، تفاهم وانسجام وحب. انا لما اكون انا متضايق من عادل ومش حبه وكارهين بعض، هاجي بقى بصيلك الباصه هديها لك مع قربه، انما لو في حب بيننا وفي انسجام
هروح مديها لك على الرجل اللي انت محتاجها. انا شايفك بتجري بطريقه معينه، لو انا اديتها لك بشكل معين مش هتلعبها كويس، انما انا علشان الحب والانسجام اللي بيننا ده هروح مديها لك في الحته اللي انت ممكن حتى لو تحب تطير عليها اسهل عليك الدنيا، اسهل عليك الدنيا. يبقى التدريب التخصصي ده مهم جدا، ان انا ابقى عارف وانا رايح الكره وهي بتتلعب ما بتلعبش اي كلام، لا دي بتتلعب على العرضه القريبه لفلان. ده اللي قاله اسلام عادل، صناعه الفرصه، ازاي انا اوفر للفيرود بتاعي او بعدين يا كابتن شريف ازاي اعمل له كوره، هو لازم يساعدني بالتحركات كلها. في حاجه كمان التكرار بيعلم الشطار. انا لما اعمل كل يوم 50 60 100 اوفر لزميلي اللي على العرضه القريبه، لما يجي في الماتش هيغلط؟ ممكن يكون يا كابتن العكس، ممكن يكون المدرب، يعني احنا كان جوزيه دايما يقول لي ايه ما تبصش، انا كنت دايما ابص فكان يقول لي ما تبصش، الفرد اللي اتحرك اعملها العرضه الاولانيه على الارض عاليه فوق تحت. مع احترام مع احترام الجوزيه، احنا مدربين صغيرين قوي بالنسبه له، لكن انا طول عمري بشتغل على دي على طول. فلان هيروح قاطع، احنا جبنا جول مره في الزمالك وطلعناه من الدوري، كنت بقى ماسك شبين، الباك ليفت راح وراح احمد حسن راح قاطع على الارض القريبه، وانا قايل لعصام شعبان خليك على البعيده، راح عامل له على البعيده، راح طاير حطتها جول وكسبنا الزمالك 1-0 وطار منهم الدوري في الكوره. لازم العبها الواحد، ما فيش حاجه اسمها العبها صح يا كابتن كلامك، لكن هي مش لازم، هي العكس بقى برشوزيه طبعا. لا ده كان حاجه اسلام بيتكلم في حته جيلبرتو وفلافيو، خلاص بقت عاده يروح عامل بتاع. الجميل في فلافيو بقى بيسرق الباك بالظبط في واحده في جون، اللي انا قاعدين بنتكلم عليها دي ممكن كلام جوزيه كلام كابتن استني بس سليم مليون في المية. ليه بقى؟ لا حضرتك كلام مظبوط. هوضح نقطتي، احنا عايزين النيرف بتاع الفيرود نفسه، ان انا حتى من غير ما ابص عارف ان انا وانا هجري هنا عارف ان فلافيو هنا. ايوه جيلبرتو بقى بيعملها تك تك تك. لا في حاجه مهمه يا كابتن شريف، يعني الضغط على اللاعب برضه في الوقت ده، يعني النواحي الدفاعيه القويه قوي اللي في كل فرقه بتشتغل عليها، فبتلاقي اللعيب عايزه مهاره خاصه قوي ان هو يلعبها الواحد وكده. لكن الاهم ايه؟ الاهم التحرك الثاني اللي هو بتاع الفرود. يعني احنا دايما بنقول ايه للعيب، انا ما لومش اللعيب اللي بتتقطع منه الكوره، دايما يقولوا اللعيب ده بيتقطع منه واحده واثنين ونعدله، اتقطع منه 15 كوره. المشكله مش فيه هو، المشكله في اللي بيتحرك اللي حواليه. الناس لو اتحركت له كويس هيخلقوا له فرصه واثنين وثلاثه للباص. علشان كده يا كابتن عادل لو الكروس اتعمل في اي مكان اكيد لا مركزيه بتاعت اللي موجودين جوه ال 18 متواجدين في الاماكن كلها اللي هي المفترض انها تيجي منها لازم يقابل اللي هم بيقابلوا. يعني زي مثلا النادي الاهلي الفترات اللي فاتت رمضان صبحي وجيلاردو ومن ناصر ماهر وكان وليد ازارو، لا مركزيه المفروض يلعبوا. يعني انا كنت بستغرب كتير قوي ازاي رمضان صبحي يلعب ناحيه اليمين، ازاي رمضان صبحي يفضل اكتر من 40 دقيقه يلعب ناحيه اليمين، 45 دقيقه المفترض انه ما يلعبش ناحيه اليمين. ممكن يروح خمس دقائق عشان يغير بس اللي هو اللا مركزيه اللي احنا بنتكلم عليه. لكن هو عدله اللعيب، يعني رمضان صبحي مثلا لما بيروح يعمل الكروس دايما بيعمله لتحت، هتلاقي الفرويد عارف وليد ازارو المفترض انه ياخد خطوه ويرجع عشان ياخد الكوره، هي دي تيجي بالتمرين. بس هي المشكله يا كابتن عادل كمان لو في تخصصي ممكن يزيد شويه حته لو الضغط البدني على اللعيبه. ممكن هنلغي التمرين وكل حاجه، لكن الفتره اللي فيها حتى كمان حته اليوم الكامل، لو قلنا لعيبه النادي الاهلي اليوم الكامل دلوقتي في نهايه الموسم يا كابتن عادل هيبقى ضغط عصبي عليهم شويه. ليه؟ لان النتائج ما كانش لصالحنا في اخر وقت. لا والفتره الاخيره برضو بتبقى فيها زهق. مش الفتره الاخيره، هتحصل مشاكل. احنا بقى لنا 3 شهور تقريبا بنلعب كل 72 ساعه يعني انت في معسكر دائم، بس هو المطلوب منها التركيز. انت بتخرج من هنا لهنا. وكابتن عادل يقصد يقصد ان هو بيلم اللعيبه مع بعض ومركزين مع بعض، حمل بدني ولا حمل نفسي، عايشين الحياه، عايشين الحياه. الموضوع مش حمل بدني ولا حمل نفسي، الموضوع نوع من الانسجام. وانا بدي الصبح تمرين ساعه واروح ماشي، لا انا ورق سايق ساعتين تمرينه واروح سايق ساعتين ومروح. طب انا اليوم الكامل ده وهعمل نوع من الترابط الشديد قوي مع اللعيبه، ويبقى في نوع من الهدوء اللي الراجل بدل ما هو سايق ساعتين الصبح وبعدين التمرينه الخفيفه دي ما فيهاش احمال، ده انا بديله حاجات معينه. ده انا عايز اقول لك عمرنا ما عملناها وما جابتش نتيجه.
عمرنا ما عملنا اليوم الكامل ده. هي بس آلية اللعب، لكن نكيكته ونكيكته بتبقى إيجابية. لا بس احنا بنتكلم فيها كابتن عادل حاجة مهمة قوي، هم دائما في معسكر. يعني انت لو حسبت لهم مثلا في الأسبوع الواحد بيبقوا قاعدين مع بعض 4 أيام. يعني الفترة اللي فاتت دي كلها كانوا مثلا خلصوا المباراة النهاردة يروحوا استشفى تاني يوم، تالت يوم رايحين مسافرين علشان يروحوا يلعبوا في اسكندرية، يلعبوا يقعدوا في معسكر 3 أيام وبعدين يرجعوا او سفر. يعني انت مصر. يعني انت عايز اللعيبه بقى متدلعه يعني ولا ايه بالظبط؟ يعني انا عايز اللعيبه النهارده عندي 8 ماتشات وراهم 70 80 مليون اهلاوي عايزين نسعدهم، نيجي على نفسنا شويه في 8 ماتشات ونقعد اسبوع، الاسبوع اليوم الكامل ده انا خلاص، انا اللعيبه دي اتضغطت بيبقى فيه كفايه وتعبت بيبقى فيه كفايه فعلا. يعني والله لاول مره في تاريخ النادي ان يبقى فيه الضغط ده. انت لعبت بطولتين افريقيا في سنه واحده، بطولتين افريقيا سفر ودوري ولاعيبه منتخب وناس جايه لك مرهقه من كاس العالم يا كابتن عادل. فانت عندك 8 اسابيع في منهم 3 4 اسابيع وبعدين هتخش على افريقيا. الثمان اسابيع دول انا الثمان ماتشات دول بالنسبه لي، انا بالنسبه لي كجمهور حياه او موت بالنسبه لي، اللعيب لازم هيضحي في الفتره ديت ان انا اليوم الكامل ده، وبعدين هاخد بعد كده هاخد بقى شهر النادي يديني شهر كده اروح استجم فيه. هو ده اللي احنا بنتكلم عنه بقى اللي هو ايه يا كابتن؟ بذل المجهود. بذل المجهود دي بتاعت ربنا، لكن بذل المجهود هو يبقى انا مشيت يا كابتن كل الاسباب انا عملتها بالظبط كده. التدريب الاخر الراحه النفسيه بتاعت بيراميدز، مباراه بيراميدز انا متاكد تماما يعني الضغط العصبي ضغط. يعني صح. مثلا لما اجي انا مباراه اهلي وزمالك، لما العب مباراه اهلي وزمالك الاسبوع ده بيبقى اكثر عارف ايه هدوءا، لاني المباراة نفسها صعب. اللعيبة نفسها عارفة ان الثمان مباريات دي ضغط عصبي عليهم جامد قوي. المفترض ان هم في الوقت الحالي المفترض ان اللعيبة دي بشيء ما ممكن يتعمل حاجات كتيرة قوي يعني نفسية ان هم يبقوا مرتاحين وان هم يبعدوا عن الضغط العصبي، لاني انا شفتهم في ماتش بيراميدز الاجوان اللي بتضيع دي ضغط عصبي. احنا بنوصل وكنا افضل واحسن وكل حاجه، لكن واضحين ان احنا مستعجلين في القرار تمام. لدرجه ان احنا اخر نص ساعه ما حطيناش الكره على الارض. احنا من هي دي ارض يتحط عليها كره اصلا؟ لا يعني انا اقسم لك بالله خسارتنا لما صالح جمعه طلع. لا لا خسارة لا هو صالح جمعه عارف الكره على الارض يعني. لا لا هو صالح عارف يعمل وان باص لواحد وليد ازار وجون في ساعه وخمس دقايق. من فضلك اسمعني، الكرة حتى لما بتتلعب بتاخد يعني بتعمل سكيتنج على الارض، الراجل خدها على صدره ونزلت راحت واخدها وطالعه بره، الراجل يعمل الكروس العادي سوليه مثلا لحسين الشحات لو ما اتلمستش ووقفت في ساعتها مش هيعرف يجيبها. اتفرج بكره ان شاء الله على ماتش ارضيه حرس الحدود، ده في جول يا كابتن. ارضيه يتلعب عليها كوره قوي اتلعب ما بين علي معلول وعمرو السوليه، راح في احد الماتشات وراح عملها له بالعرض اظن في ماتش افريقيا وهي جايه له راح حاملها ايوه لمسه واحده في الملعب دي كانت ارض يتلعب عليها كوره ساعتها يمكن كان لسه في برج العرب هو اول ملعب اللي هو سبورتس بس ما كانش في الشتاء كده كانت بدري شويه يا كابتن الارض كانت مليانه حشيش. طيب عموما خلينا نطلع نشوف اهم استعدادات النادي الاهلي لمباراه غدر ونرجع نتكلم بقى عن النادي المصري واهم نقاط القوه والضعف في النادي المصري بعد ما نشوف تقرير استعدادات النادي الاهلي. كابتن عادل عايز برضو من وجهة نظر حضرتك أعرف أهم نقاط القوة اللي موجودة في النادي المصري. ومن ساعة إيهاب ما جه طبعا كان الفريق بقاله 3 سنين مع حسام حسن ومعوده من البداية من تحت والسيطرة في وسط الملعب ثم الكرات الطويلة لأحمد جمعة وجه بعديه الراجل الفلسطيني محمود وادي فيبتدوا يعملوا كور طويلة ويبقى فيه محطة بحيث ان هو يطلع في كراس حربه يحضر للي جاي من وسط الملعب. تقريبا هو ما غيرش كتير بس هو ابتدى ياخد اسلام عيسى بدل ما كان بيلعبه على الطرف خلاه يقوم بدور صانع اللعب في وسط الملعب فبيلعب بثلاثه منهم اسلام عيسى ما بيلعبوش على الطرف زي ما كان حسام بيلعبه على الطرف. فالكثافه في وسط الملعب مع التحضير عنده محمود وادي الكثافة في وسط الملعب مع التحضير مع التحضير من اسلام كنترول كويس بيعمل دور صانع اللعب ناحيه الشمال اكتر وبعدين
بيبتدي يشتغل على وادي بحيث ان هو ياخد واحد من السردباكين ويروح رايح على البعيده عشان تتعمل له ويطلع. وشفنا كل الاجوال بتيجي بهذا الشكل. الاطراف عنده وقلبي الدفاع فيهم ميزه هجوميه في الكرات الثابته. كل الكرات العاليه، برافو عليك، كل الكرات العاليه بياخدوها صح، لكن في الكرات العرضيه الكرات العاليه اللي عليهم في منتهى الضعف صح، بيعتمدوا على بعض. ولذلك الاطراف عنده، اذا كان كريم العراقي ويمكن حسام ما كانش بيلعبه، وفي اظن الباك الشمال شوشه برضو من الاطراف ما هياش اللي هي واخده دور الجانب الهجومي والدفاعي بشكل مكثف، بيعتمد ان تحضير في وسط الملعب ثم الكرات الطويله للراسين الحربه اوستن ومحمود وادي. دي طريقه لعبه ما بيغيرهاش. الميزه اللي برضو عنده انه بمجرد ما بيفقد الكوره بيرجع بسرعه، يرجع نص ملعبه وما بيضغطش عليك من تحت. يمكن شفناه في ماتش الزمالك برضو، ده ايام دي الايام السابقه، دي المباراه الاولى الدور الاول كان اظن كان مش عارف كان مين 2-0 كان 2-0 كابتن حسام تيادي ولا كان مشي كاردرون، ده كاردرون اللي كان مين اللي كان ماسك المصري يعني. فدي طريقه لعبهم. لكن في وسط الملعب التحضير مع فيه سنه عنف الراجل الافريقي سعيد سمبوليه، في سنه عنف شويه. احيانا بيبقى التغييرات بينزل براس حربه كمال عبد الواحد وساعات حسين رجب. دي تغييرات في كل الماتشات بيعملها كابتن، بيعمل التغييرين دول بس. ده بالنسبه للقوه. بالنسبه للضعف انا قلت لك السردباكين والاطراف، النادي الاهلي باذن الله قادر جدا ان هو مش بالضغط. الفرقه دي علشان تتعامل معاها التعامل المناسب، وخاصه لما تكون الكوره معاهم كضربه مرمى وكبدايه هجمه، انا ما بضغطش عليه، بالعكس انا بديله مساحه ان هو هيبتدي يستلم من تحت. بمجرد ما بيستلم بتبتدي عمليه الترحيل. ترحيل ايه هو؟ ان انا بمجرد الراجل ما يستلم منين؟ ناحيه اليمين، على طول يبقى فيه ترحيل ناحيه اليمين. اقفل ناحيه اليمين بحاول اخد علشان في تلت ملعبه يعملها عكسيه الناحيه الثانيه، يكون الباك رايت بتاعك قدر ان هو المسافه دي اللي هتاخدها الكوره يكون راح وخدها. يبقى انت قفلت عليه الترحيل، انك انت الملعب بيميل ناحيه اليمين. مجرد سيبه الاول ما بتضغطش عليه، خليه مجرد ما يستلم الكره ناحيه اليمين ببتدي انا اروح ضاغط بازاره بأجاي اللي هي رمضان اي حد. الترحيل ده علشان في التلت ده يا اما يرجع لجوله يا اما يلعبها الناحيه الثانيه، والناحيه الثانيه تبقى في منتهى الخطوره. برضه الحاجه اللي هي ما هياش موجوده عندنا، حراس المرمى عندنا لسه عمليه ان هو يبقى لاعب زي ما بتشوف في اوروبا كده، انه ياخد الكوره ويسلم ويستلم، وزي انت بتشوف العالم كله دلوقتي بيلعبها، ان الجول بيلعب عادي دلوقتي. لا، احنا عندنا اخطاء في حراس المرمى، ويمكن من ضمن الحاجات اللي انا يعني دايما بحاول ان انا يعني مش عارف اقولها لمين، لكن لما الاقي انا حارس المرمى، ودي مهمه جدا يا كابتن اسلام، لما حارس المرمى يبقى واقف ورجليه اتنين مفتوحين على الاخر، لما اقول له روح هات الكوره جنبك انا هجيبها، مش هجيبها، لان مركز الثقل بتاعه او وزنه ما يقدرش ينقل ال 80 كيلو او 70 كيلو من رجل لرجل، والمسافه بعيده، لازم تبقى رجله جنب بعض، رجليه تبقى في مستوى الحوض، بحيث ان انا لو الكره اتلعبت الجول اللي جه فينا في الماتش اللي فات، لو الشناوي الرجلين الاثنين في مستوى الحوض كان خطوه صغيره، وكان راح الخطوه البعيده خد التكف، كان خدها وهو واقف، كانش هيترمي. كان الكابتن ثابت البطل الله يرحمه كان عنده بيعمل فيها الحاجات دي. تمام كابتن شريف، كيف يفكر ايهاب جلال في هذه المباراه؟ عايز يلعب على الرابع، عايز يكسب النادي الاهلي زي ما كسب نادي الزمالك، عايز يعمل ايه؟ والله هقول لك على حاجه، هو يملك الهدوء النسبي في التفكير يعني بالظبط، وبيحترم المنافس، اي فرقه بيلعبها بيحترمها وبيشوف مدى القوه اللي موجوده فيها، وهو بيلعب على الكونتر اتاك يعني، والسرعات اللي احنا اتكلمت عليها انا وانت، محمود وادي واوموتو دول الحقيقه بيعملوا سويتشات وبيعملوا
حالة مريحة جدا لكريم العراقي أو الأطراف لما بينطلقوا بسرعة أول ما بيعملوا يقطعوا الكرة منك عندهم إن هم يبقوا تيم متكامل خلية كده بتروح طالعة كلها مع بعض وعندهم لياقة بدنية بيقدروا يرجعوا فدي بتساعد الجهاز الفني إنه لما يفكر إزاي يمتص الهجوم الشرس بتاع النادي الأهلي ويقدر ده عن طريق طبعا إسلام عيسى زي ما حضرتك اتفضلت وأنت قلت لي من ناحية الشمال ده 100% صح الراجل ده متحرر وبيلعب في اي حته وبيخلق فرص للي قدامه وما تعرفش اسلام عيسى هيجيب الجول ولا هيعمل الجول عنده يملك الملكتين دول فده اللي بيعتمد عليه ايهاب جلال الامكانيات الفنيه اللي عند اللعيبه بتاعته نعم. والسرعات اللي عنده اللي هو يقدر يعوض بيها كل الكلام اللي حصل في الفتره اللي فاتت التميز والايجابيات اللي احنا شفناها الحقيقه اتفرجنا عليهم بينطلقوا من ناحيه اليمين كويس قوي بيعملوا عرضيات كويسه قوي دايما مشارك في منطقه الجزاء دايما عنده الرغبه في التهديف ودايما عنده الرغبه في انه يكسب ولما بيجي في جول ولا حاجه بيلم نفسه ويسنتر الكره ويلعب ويلعب تاني على الثلاث نقاط مش ان هو يتعادل بس وهو عنده فرقه الحقيقه قدر يوصل لهم النيرف اللي هو عايزه كمدير فني انا عايزكم النهارده تعملوا 1 2 3 4 تلعبوا 4 4 2 اعتقد ان هم بيلعبوا في الطريقه دي بشبه 4 4 2 في الملعب زي ما عايز فضلت اطرافه بتساعده ان هو يفكر ان هم لما بيطلعوا في ميلان شويه من احد الديفندرات ناحيه التلتة عشان يغطي الحته دي انما مع النادي الاهلي لما بتيجي تلعب النادي الاهلي انا بفتكر ان هو هيلعب على سرعاته هو بس والكونتر اتاك بتاعه فبتمنى من النادي الاهلي بكره ان ما يبقاش فيه باص مقطوع كتير يحاول في وسط الملعب تحديدا تحديدا تعمل لك مشكله على الدفاعات بتاعتك ويتباغت الدفاع بتاعك وهم عندهم سرعات زي ما انتوا اتفضلتوا قلتوا فهي دي الحته اللي بيعتمد عليها ايهاب جلال والتوفيق يعني هو بيلعب قدام نادي كبير عارف امكانياته وشكلها ايه انما انا بتمنى ان انتوا برضو سرعات النادي الاهلي هي اللي تحسم بقى الموقف يعني في بكره يعني والملعب بقى يتلعب عليه كوره بكره بتاع انت عارف ملعب حرس الحدود ملعب كويس ومفيش ضغوط نفسيه لا جماهير ولا في اي حاجه فنادي الاهلي هي الضغوط النفسيه كلها بتاعت اللعيب مع نفسه يعني اللعيب هو ونفسه عايز اعمل حاجه عشان انا عايز اعمل حاجه وعايز اتحرك بقى يا اسلام في الملعب يعني اتحرر اتحرر وتحرك صح. ويلعب كورتك انا انت احنا جايبين لعيبه كبيره قوي فين انا عايز اشوف اللعيبه هو بقى بنحاول نشيل الضغط من عليهم يعني لا هو بينه وبين نفسه انا لعيب كبير قوي واقدر النهارده اعدي من واحد واثنين وثلاثه واعمل الزياده العدديه بيعملها ناصر ماهر كتير نعم. صالح جمعه عنده الملكه دي ازارو ممكن لو هيلعب مثلا عنده السرعات اللي هو ممكن يهت بيها اي دفاعات تبقى موجوده عنده كل التوفيق بكره بدري ان يكون في هدف اولاني لصالح النادي الاهلي تمام كابتن عادل لاسارتي بقى على الجانب الاخر كيف يفكر لاسارتي في هذه المباراه هل يعمل دفاع متقدم كابتن عادل بيقول لا يستنى شويه ولما يروحوا ناحيه اليمين يروحوا مره واحده ويقفلوا هناك مدارس اخرى تقول لك لا اضغط من قدام مدارس ثانيه تقول لك لا استنى ورا وجهه نظرك هو عامه يمكن الاهداف اللي بيحطها المدرب هو اللي بيبقى ادرى بيها لانه شايف فرقته في الوقت الحالي يعني ما اقدرش اجزم لك ان هو ممكن يبدا ازاي ولكن الطبيعي انك انت لازم كنادي اهلي تبدا مهاجم مع فرقه زي النادي المصري النادي المصري المباراه بتاعت بكره عنده ايهاب جلال حول فرقه المصري تحويل تام من فرقه مجاهده بس شرسه بتجري لكن لفرقه تكتيكيا عاليه قوي يعني ايهاب جلال بدأ يعمل اللي هي الطرق لكل فرقة بيلعب بطريقته يعني يمكن أنا كنت مرشح أن ألعبه بعد أسبوعين ثلاثة فقعدت أدرس فرقه كلها يعني المباريات اللي لعبها كلها تلاقيه بيلعب كل فرقة على قد الشغل بتاعه يعني في فرقة كان بيلعب 4-4-1 وفي فرقة يلعبها كتير حتى في الماتش الواحد وبيغير جوه المباراة هو إيهاب جلال من مدربين الشاطرين جدا ودي حقيقه يعني لكن بكره النادي الاهلي ما يعني ما عندكش الا انك انت تضغط بس بوعي شويه لان فرقه المصري عندها حته لعيبه الكوره كتير في وسط الملعب لعيبه كويسه قوي كويسين وجامدين وجامدين يعني هم ممكن يتعبوك في الاول وانت وزي ما انا قلت لك يعني في اخر يمكن انا سعيد جدا بوجود عنصرين صغيرين في انا كنت هسألك في الموضوع اللي هو عربي بدر وفي كمان عنصر مهم جدا مصطفى شوبير يعني مصطفى شوبير من الحراس المرمى اللي انت تطمن لهم تماما يعني من افضل الحراس المرمى اللي موجودين في مصر في الوقت الحالي يمكن يقدر ياخد ويقدر يلعب يعني انت عندك الحراسه مأمنها تماما نص الملعب عربي بدر بدايه حسام عاشور بالظبط يمكن
عربي من اللعيبة اللي ممكن يقطع لك كويس ويخلي لك اللعيبة اللي حواليه يبقوا كويسين. يمكن لما كنت بلعب في فرقتي أنا كنت بلعبه لصالح اتنين لعيبة عندي، يعني كنت بخليه هو اللي يدافع لهم وهو اللي يجيب لهم الكورة، لأنه ما شاء الله بيجري كتير، عنده حركة حلوة قوي، لعيب كويس. فأنا شايف أن كمل جري في آخر خمس ست مباريات أو الثمان مباريات للنادي الأهلي لازم يبقى فيه ممكن عنصر بيه؟ طبعا، ولكن مش من البداية. يعني وبعدين حتة البداية المدرب يا كابتن إسلام، أنت عارف تماما وشفت مدربين مرنوك كتير، ممكن تكون أنت شايف أن الفرقة اللي أنت هتلعبها ضعيفة أول، تلاقي المدرب بيقولك قابلهم من تحت ليه؟ علشان يجيبهم يوسع النفس. وممكن في وقت تلاقي فرقة قوية جدا وبيقولك لا اضغطها من فوق علشان نقدر نخلص بسرعة. لكن الحلو في الموضوع في الوقت الحالي أنا أتمنى من وزارتي، أنا ما أعرفش هو هيعمل إيه، أنا وجهة نظرك طبعا، وجهة نظري أتمنى إن هو يعمل إيه، اللي هو في الوقت اللي إحنا فيه بنهاجم إزاي بنعرف ندافع، والوقت اللي إحنا فيه بندافع إزاي نعرف نهاجم. هي المعادلة دي اللي يعملها في الوقت الأخير من الدوري. ليه؟ لأن الفرق كلها ليها أهداف، عندها شراسة. يمكن المباريات اللي جاية كلها تبقى صعبة جدا على كل الأندية، لأن في ناس بتهبط وفي ناس بتلعب على بطولة، فتلاقي مفيش حد سايب خالص. فأنت لازم تبقى تكتيكيا منضبط قوي، بتلعب الضغط العالي، الضغط العالي، وفي نفس الوقت مأمن الدفاع ورا. ازاي هي بتيجي؟ لما الفرقه بتبقى كتله واحده. انت ماتش بيراميدز يا كابتن اسلام رجعك ليه بس حاجه بسيطه، من الحاجات اللي تعبتنا احنا النادي الاهلي في المباراه دي مطولين الملعب. انت المفترض ان هم عاوزين دي، هم عايزين عشان يبقى الضغط عندهم مساحات عشان يروحوا، ولكن في الوقت ده احنا اتمنى ان النادي الاهلي بكره يبدا من البدايه ضاغط ولكن بحذر دفاع كويس. انا بشكر حضراتكم شكرا جزيلا، وان شاء الله بكره تبقى مباراه هي النادي الاهلي تبقى بدايه جيده ان شاء الله للنادي الاهلي في الثمان مباريات القادمه. انا بشكرك جدا يا كابتن عادل، شكرا كابتن. معانا شكرا جزيلا، شكرا جزيلا يا كابتن شريف، شكرا كابتن، شكرا جزيلا يا كابتن عادل. انا بشكر حضراتكم شكرا جزيلا، انتظرونا غدا في تمام الساعه السادسه وساعتين ما قبل المباراه. ان شاء الله ان شاء الله تكون مباراه زي ما دايما بقول لحضراتكم، ابذل المجهود زي ما كباتننا الكبار قالوا لحضراتكم، ابذل المجهود وفي الاخر النتيجه دي بتاعت ربنا. ان شاء الله يبقى كل لعيبه النادي الاهلي الموجودين بكره يعملوا اقصى مجهود ليهم، ان شاء الله يبقى مكسب للنادي الاهلي. انا بشكر حضراتكم شكرا جزيلا جزيلا، ان شاء الله نلتقي غدا في تمام الساعه السادسه وساعتين ما قبل مباراه النادي الاهلي والنادي المصري.